جاءني واحد مسحور وقال يعني ابني مسحور وأنا أتيت من مكان بعيد وسأسكن هنا عند الرقات جاء من خمس ألف ومئتين كيلو وقال أنا شافني لقيت كلمة بعد صلاة المغرب قال أريد ترقية الولد قلت خلاص أنا أجيك أنا ما رحت على شيء ترقية أنا أكتشف أنه ممكن مرض نفسي أو أه تفكير سلبي لأني أنا مهتم بهذا الأمور أني الناس أقول لهم لا تهتموا للعين والسحر بكثرة لا لانه النبي صلى الله عليه وسلم ما اهتم له اهتمامه صحيح كل شيء عين 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 فانا بقوله انه ما فيك سحر ولا شيء هذا نفسي عالج في علاج كذا وكذا لاني انا عالج كثير من الناس ارشدهم ياخذوا العلاج يذهب للطبيب ويعني المهم فذهبت إليه لكن تبين لي انه مسحور فعلا يعني انا تبين تبين ما انا خبره كبيره إيه المؤشرات كلها آه تقول, تقول انه مسحور مم. ما ادري شو افعل قال لي يعني قرات عليه يسقط لذا قرأت طاح وهو يقرا يسقط المهم من الغد من يوم طلع قرات عليه طلعت انا في بعد العشاء قلت اسمع يا فلان أبعط اريد اعطيك شيء اذا طبقته انت والولد انا اضمن لكم اضمن لكم باذن الله غدا سيشفى قال وش يعني انا لو شفاء قلت بس وعد انك تطبق قال وعد قلت اسمع اذا صار قبل الفجر قم بس قل كلمه واحده لله كلمه واحده بس لا قل وكلتك يا الله بامر ابني وقلت للابن هو توم متزوج وسحر بعد الزواج. قلت قل لي وكلتك يا الله بامري. وكلتك امري. بس بس لا تطول دعاء تبكي لا فوضت الله بس لا تفكر بالرقاة قلت له انه سيذهب للرقاة هو سلام قلت انسى لا تفكر بالرقاة اذا فكرت بالرقاة وانت تدعو ولا فكرت بالاسباب ترى لن يكون خله مباشره اي بدون وسيط انا طبعا ذهبت هو اخذ اخذ رقمي تفاجات يعني هو كان سيذهب لراقي المغرب تفاجأت يعني بعد العشاء بالليل الساعة 12 كلمني احنا كنا في القصيم قال انا في الرياض وراجع للبلد حقي اني رجعت واني ابشرك ان الابن شوفي هذا من الغد يعني بعد 13 ساعة شوفي اليوم الثاني اليوم الثاني اي إيه نعم يقول انه قمت قمت في الليل وقلت وكلتك يا الله ومتيقن يقول انا حدث يعني ان الولد بالعكس ساءت حالته بس سبحان الله يقول حتى خرج من البيت يركض بالشوارع فلحقته قلت ارحمني انا فيها سكر وركب معي لما ركب معي تغير وجهه الملامح اللي كانت اول اللي ملامح السحر ثلاث شهور اشوفها راح حسيت ان الابن شوفي وقفت اقرب مكان يقول بدات ارقي علشان اشوف لانه يسقط ولا في شيء ذهبنا للراقي هذا الراقي اي واحد يجيه يقول انت مسحور انا اعرفه يعني ويبالغ قرا عليه قال ما فيك شيء ما فيك شيء